الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يعني إحنا راح نستكمل دورتنا اللي بدأناها مبارح، وأنا كنت سعيد جدا تحديدا بالحوار اللي تم يعني نهاية المحاضرة، وهذا دليل واضح على يعني مدى اهتمامنا جميعا ومدى اطلاعنا، وبالتالي خلاني أعمل شوية تغيير حتى في تحضير المحاضرات اللي راح نقدمها اليوم، لأنه يبدو المشاركين ما شاء الله عندهم خبرة، وإحنا كلنا نتعلم من بعض، يعني ما فيش عيب في العلم، يعني الواحد يعرف أو ما يعرف شيء. امبارح كنا نحكي عن آفات الزيتون، اليوم انطلاقتنا عن آفات اللي بتصيب التفاح، وأنا من بيئة حكيت لكم الشوبك، يعني منطقة متميزة في زراعة التفاح. راح نحكي إن شاء الله في الجلسة الأولى محاضرة عامة عن آفات، والجلسة الثانية حاولت أنقل لكم بعض نتائج أبحاث تتعلق في آفات التفاح وحصلت عندنا في المنطقة، يعني مش جايبين إشي من برا، لا، جهد يعني قاموا فيه سواء أنا شخصي أو زملائي أو يعني زملائنا مرشدين وهكذا. قبل ما نبدأ حبيت أنه يعني الواحد من باب الثقافة أنه يعرف شو موجود عندنا في البلد، الحمد لله وطننا زاخر بالخيرات وبالمنتجات، وحتى في يعني قطاع الزراعي ما شاء الله عليه، يعني بلاش نظلمه، لكن عندنا يعني الحمد لله أداء جيد. هاي الصورة من معرض كان للتفاح وإنتاج التفاح في منطقة الشوبك يمكن قبل سنتين أو أكثر. إن في الشوبك يعني كونها منطقة مميزة في زراعة التفاح، وزراعة التفاح منتشرة الآن أصبحت يعني في كل أنحاء الوطن، يعني يمكن الشوبك ماخذ سمعة زراعة التفاح، لكن موجود أيضا بالمفرق، موجود في السلط، موجود في مادب، موجود في كل محافظات المملكة، وموجود حتى في الحدائق المنزلية، يعني حتى اللي ما عندهم زراعات استثمارية لا، على مستوى المواطنين وصغار المزارعين مهتمين في زراعة التفاح. وكان يعني إحصائية ما قبل 5 سنوات يمكن حوالي 22 ألف دونم مزروعة في التفاح، وإنتاج يعني بيغطي تقريبا البلد لفترة مش بطالة، يعني خلال السنوات السابقة. احنا عملنا يعني هذا بس مقدمة للمحاضرة، عملنا في المركز هون على إدخال مفهوم زراعة التفاح، أصلا الوقت هذا كان في بداية السبعينات والثمانينات، وعملنا أيضا على دراسة الجدوى الاقتصادية من زراعة محصول التفاح. كان في تجارب وأبحاث تتعلق في دراسة الاحتياجات المائية والاحتياجات السمادية، لأنه كثير بيهتم فيها المواطنين. عملنا على إنشاء مجمع وراثي للتفاح، تقريبا في حوالي 60 أو أكثر من أصناف التفاح المختلفة في البلد جمعناها في مجمع وراثي خاص، الهدف منها الحفاظ على المادة الوراثية وخلق بيئة بحثية لأي واحد من الزملاء، وحتى دعوة لكم اللي عنده بحث يمكنه يعمل هذا البحث في بيئة المحطة اللي مزروعة فيها هذا المجمع. أصدرنا دليل إرشادي عن أصناف التفاح اللي موجودة عندنا في المنطقة، وأيضا أسسنا إلى إنشاء مشاهدة إرشادية للأصناف الواعدة من التفاح، يعني المزارع دائما بيجيك بسأل سؤال، سؤاله محدد، بقول لك أنا والله بدي أسوي لي مزرعة تفاح، شو بتنصحني شو أزرع؟ فإحنا استخلصنا من هذا المجمع اللي فيه أكثر من 60 صنف مجموعة من الأصناف اللي هي واعدة ومواصفاتها بشكل عام يعني مناسبة للمزارعين. عملنا على مسح وحصر لأهم الآفات اللي بتصيب التفاح، وكان يعني تركيزنا على مثلا حفار ساق التفاح، عثة ثمار التفاح، وأجرينا عليها مجموعة من الأبحاث مثل دراسة أثر الهرمونات وعملية إرباك التزاوج على الكثافة العددية. أيضا حصلنا أن المن الأخضر يعني من الآفات الرئيسية اللي بتصيب التفاح. البياض الدقيقي على التفاح، كان في دراسة لأحد الزملاء عن الوبائية والمكافحة له، دراسة أيضا عن المن القطني اللي بصيب التفاح، دراسة وأطلاق العدو الحيوي المكافحة الحيوية،
وأيضا في سجلنا حفار قلف التفاح أو ساق التفاح اللي راح أعرض لكم صوره لقدام شوي، يمكن تكون غريبة على البعض منكم. حبيت أعرض هون بعض من أصناف التفاح الموجودة عندنا في المجمع الوراثي، بحيث أنه يعني الواحد يطلع يشوف أنه الحمد لله في خيرات موجودة في البلد. حكيت لكم أكثر من 60 صنف من التفاح، وهذا هو الدليل الإرشادي اللي أصدرناه لأصناف التفاح في المنطقة. مثلا الأصناف الحمراء، الأصناف الحمراء اللي يعني اللي موجودة عندنا في المجمع، في عندنا صنف اسمه فيزيتابيلا. أنا بهمني أنه في معلومات أنا حاط تحتها خط مشان تعرفوا أنه كل صنف له تقريبا مواصفاته وخصائصه اللي بتعلق فيه، وهذا ليس عيبا أنه إذا سألك أحد المزارعين على سبيل المثال أنت في منطقة المفرق، أنك تتواصل مثلا مع زميلك حسان في الشوبك، أو حسان يتواصل مع زميل آخر في السلط أو ما شابه، بحيث أنه يعني نثري معلومة تكون فيها قيمة وفائدة للمزارع تبعنا. فعلى سبيل المثال هذا الصنف، هذا الصنف يعني ما بتأثر كثير بالصقيع، تأثره بحشة المن تقريبا متوسط، وأيضا حساسيته متوسطة للبياض الدقيقي، وأيضا متوسط التأثر بدودة الثمار، لكنه متأثر بحفار الساق. فيعني شوف مجموعة من المواصفات بتخليك أنت تفكر فيها لما تيجي تختار الصنف. ميزة هذا الصنف أيضا أنه موعد النضج تبعه بنهاية حزيران لبداية تموز، بمعنى آخر هو الصنف مبكر. يعني لما تيجي تعطي معلومة للمزارع يكون في عندك رؤية واضحة عن هذا الصنف. هذا الصنف الآخر مثلا اسمه أيدريد، صنف من الأصناف الحمراء، أيضا ما بتأثر في الصقيع، قليل التأثر بالإصابة بحشة المن، وتأثيره نادر بدودة الثمار. موعد نضجه تقريبا في تشرين أول، إلا أنه يعني هذا يعتبر صنف متأخر. هذا الصنف اسمه الرويال جالا، هاي طبعا مجموعة كبيرة من الجالا، في منها الرويال جالا والدلبر جالا والأرجي جالا، مجموعة كبيرة جدا. مواصفاته أنه بقاوم للبياض الدقيقي، وما بتأثر بحشة المن يعني متوسط فيها وبدود الثمار، يصلح للتخزين المبرد يعني ممكن يتخزن لفترات طويلة، وموعد نضجه تقريبا في نهاية تموز. صنف آخر أيضا من أصناف الحمراء اسمه سمر ريد، بتأثر كثير في دودة الثمار، يعني هاي بتصير عندك أنت رؤية معينة أنه والله لو بدك تنصح مزارع بيقول لك مثلا والله مر علي صنف اسمه سمر ريد شو رأيك فيه، بتقول له والله هذا يعني حساس شوي لدودة الثمار، بنصاب بالمن، حساس للبياض الدقيقي، بس أنه يعني بنزل عندك بشهر ثماني بيكون يعني السوق معبى أيضا تفاح. من الأصناف الصفراء حطيت لكم كمثال كمان صنف جولدن 972، متوسط التأثر بحشة المن، أيضا قليل التأثر بدودة الثمار، ومقاوم للبياض الدقيق، بنضج تقريبا بنصف أيلول. صنف اسمه جولدن أنا، هذا مبكر عفوا يعني بنضج في أوائل تموز، يعني يعتبر مبكر أيضا، بتأثر بالصقيع وحساس تقريبا نوعا ما للبياض الدقيقي، متوسط التأثر بحشة المن لكنه شديد التأثر بدودة الثمار. يعني لاحظ قديش في أصناف، بمعنى آخر اختيار الصنف هو جزء بيساعدك إنك كيف تفكر في موضوع الآفات وكيف إنه تتلافى وجودها. صنف اسمه ستارك جولد، يعني ما بتأثر كثير بالصقيع، حساس بشكل متوسط للمن والبياض الدقيقي وحتى لدودة الثمار، لكنه حساس كثير لحفار الساق، وبينزل بشهر أيلول منتصف أيلول أو شهر 9. صنف اسمه بريما جولد، البريما جولد نفس المواصفات، يعني حساس تقريبا للبياض الدقيقي وقليل أو متوسط تأثر بدودة الثمار، وبينزل تقريبا في او بينضج في اوائل شهر اب. من الاصناف الخضراء اللي موجوده عندنا الايرلي جولد، نفس الشيء مقاوم للبياض الدقيقي مثلا، وعفوا
مقاوم للبياض الدقيقي ويتأثر بشكل شديد بدودة الثمار. موعد نضجه تقريبا أواخر تموز وبداية شهر آب اللي هو شهر 8. صنف اسمه بيدمي ماك، متوسط التأثر بحشرة المن، نادر الإصابة بالبياض الدقيقي، يعني هذا مقاوم للبياض الدقيقي، وبينزل بشهر 9 ومواصفات حتى شكل اللوب، لون الحبة، لون القش الخارجي، يعني كل المواصفات اللي ممكن أنت تكون بحاجة إلها. هذا صنف أخضر داكن اسمه جراني سميث، يعني قليل التأثر بحشرة المن، متوسط الحساسية للبياض الدقيقي، بتأثر بحفار الساق ويصلح للتخزين، وموعد نضجه متأخر تقريبا بشهر 11 بينزل. وفي الجراند سبير تايب، الجراند سبير تايب مقاوم للبياض الدقيقي وأيضا بينزل بشهر 11، يعني بيستوي تقريبا بشهر 11 وقابل للتخزين. هاي نظرة عامة يعني عن شو في أصناف موجودة، لأنه إحنا دائما نيجي المزارع بنقول له قبل ما تزرع راجعنا يا أخي كمرشدين أو كباحثين أو كعاملين في القطاع الزراعي، راجعنا مشان إنه أنت ما تدخل في دوامة. فحتى راجعنا لازم يكون إحنا عندنا باك جراوند كويس. أنا الآن من خلال هاي الدورة وصلت لكم رسالة إنه في مجمع وراثي حوالي 60 صنف من التفاح، مسجل مواصفات كل صنف بالتفصيل، حتى شكل الأزهار، لون الأزهار، شكل الثمرة، القشرة، بعضها حتى مسجل عليه أنه هل هو مرغوب للتسويق ولا غير مرغوب للتسويق. وهاي القصص اللي ممكن تفيدك جايد لاين إليك لما أنت تيجي يعني تعطي نصائح لإخواننا المزارعين. الآفات الرئيسية اللي بتصيب التفاح واللي راح نحكي عنها اليوم إن شاء الله، أنا برتبهم حسب الأهمية، أهميتهم طبعا بتروح وبتيجي من سنة لأخرى حسب الظروف البيئية تقريبا وحسب اهتمامها وتأثيرها على المزارعين. فرتبتهم أنا من التفاح القطني، حفار ساق التفاح، وطبعا هاي يعني الكل بيعرف عنها ما شاء الله، عدة أو دودة ثمار التفاح المزارع بيعرفها، الدودة، المن الأخضر والمن الأسود، ثم البياض الدقيقي والعناكب أيضا أو الحلم اللي بيصيب التفاح. لا أنا كيف بدي أنزل هاي اللي على الشاشة فوق النيو شير مش بس معنى مهندس قرب إشارة الماوس عليها، أقرب إيش؟ الماوس على الجزء الأخضر اللي فوق، بس حرك الماوس لفوق على رأس الشاشة من فوق، المفروض يظهر معك. مو مشكلة على الكل. طيب لا ما زبطت معي، أنا تقريبا مش كثير يعني شوي بمثل الجيل القديم، بس الحمد لله بنتعلم. من لا لا التفاح مهندس على القطني، سلامتك، بس الله قصدي انه يسلمك، حرك الماوس فوق على راس الشاشة. عيني مش مبين قدام شعري. الماوس والرياح. مش مشكلة مش مشكلة. من التفاح القطني، هاي نوع من المن قطني، طبعا هو بصيب التفاح وإله عوائل أخرى، نباتات برية بصيب مثلا الزعرور البري. قطني لأنه بيشكل كتلة قطنية حوالين الحشرة، بصيب كل أجزاء النبات، يعني هو بيصيب الأفرع، بيصيب البراعم الزهرية، البراعم الخضرية، النموات الحديثة. لكن مشكلته، هذا المشكلة الأساسية فيه، أنه بينزل في نهاية الموسم إلى منطقة الجذور، وبالتالي بيعمل تهتك للجذور، يعني مثل الفلوكسرا تبعت العنب، بيعمل تهتك في المجموع الجذري، وأحيانا بيعمل جولز، تدرنات على الجذور أو عند المنطقة التاجية، حتى في السطح العلوي للنبات بسبب مثل الجول او التدرنات. راح نحكي عنه بالتفصيل ان شاء الله بعد البريك، بس احنا حبيت استعرضن بشكل سريع وصور مشان نتذكر مع بعض. هذا حفار ساق التفاح، اعتقد هو مألوف للجميع.
وهاي الحشرة طبعا ليلية النشاط، الطور الضار فيها هو اليرقة طبعا، يعني الحشرة تضع البيوض وتطور كامل، يعني معنى آخر فيها بيوض يرقة ثم عذارة وأخيرا الحشرة الكاملة. الطور الضار فيها هو اليرقة، وبتعمل نخر وأنفاق داخل الساق أو داخل الأفرع الحديث، ورح نحكي عنه طبعا بالتفصيل في نهاية هاي المحاضرة إن شاء الله. عثة ثمار التفاح عثة من الليبيدوبترا طبعا، هاي ليلية النشاط. الطور الضار أيضا فيها هو اليرقة، وهذه تستهدف المنتج النهائي اللي هو الثمرة، فبتعمل تهتك داخل نسيج الثمرة وتعمل تشوه في الشكل الخارجي للثمرة. المن الأخضر والمن الأسود أنواع كثيرة من المن اللي بتصيب التفاح، مثلا هون على اليمين اللي هو من التفاح، المن التفاح اسمه اللي هو الإيفز جوسبي الإيفز بوني، بيختلف طبعا عن من الدراق الأخضر اللي هو المايزس بيرسيكا، وبيختلف عن من الملفوف الإيفز جوسبي. المزارع ما بهمه، المزارع في المحصلة بهمه أنه في من على الشجرة، فيعني الديتيل أنه شو هو أي نوع من المن، هل هو المايزس هل هو الإيفز، ما بيعلن المزارع كثير. طبعا المن الكل منا بيعرف انه من الحشرات اللي لها اجيال عديده جدا خلال الموسم، يعني بتصل الى 12 و15 جيل خلال الموسم الواحد، وبالتالي بيحتاج الى انتباه. حشره ماصه تضعف الشجره تؤثر على النموات الحديثه وما شابه. البياض الدقيقي طبعا هذا مرض فطري بيستهدف النموات الحديثه والبراعم الزهريه البراعم الخضريه، وبيعمل نشاف في الاوراق وبيضعف الشجره ويصيب ايضا الثمار، وفي مراحل متقدمه ممكن انه يعمل يباس للشجره بشكل كامل. كلهن ان شاء الله هذول اللي استعرضتن انا راح نحكي عنهن بالتفصيل ما بعد البريك تقريبا. العناكب تتزامن مع موسم الانتاج، وخصوصا يعني في فصل الصيف المتاخر او في بدايه الربيع، لانه بتعرفوا بيكون في يعني بيكون في اجواء غبره ورياح خماسينيه، فكنا نلاحظ انتشارها بشكل واسع ما بعد هاي الرياح، تصيب الاوراق وبتاثر على الاوراق، وايضا تصيب الثمار وتؤدي الى تشوه في شكل ومظهر الثمار الخارجي. نبدا فيهم واحده واحده. حفار ساق التفاح اللي هو زيزيرا بايرينا يصيب التفاح، وهاي الحشرة تصيب عدد كبير من الأشجار المثمرة مثل التفاح، الأجاس، السفرجل، حتى الزيتون، ويمكن أنا امبارح تطرقت لها بشكل سريع. تصيب الرمان أيضا. تظهر أهمية هذه الحشرة من خلال صعوبة مكافحتها لوجود يرقاتها داخل الأنفاق، يعني هي بتكون عاملة نفق داخل الأفرع وداخل الساق، فأنت المزارع اللي ما بتابع الحقل تبعه طب ما بشوف الحشرة الكاملة، فبتكون اليرقة شغالة داخل هاي الأنفاق وبتعمل عمايلها، فبنتبه إلها بعد ضعف الشجرة أو يباسها. هذا شكل الحشرة، وممكن تشوفوها انتم باواخر تموز، يعني اللي عنده تفاح مزروع في منطقته، يعني لانها ليليه النشاط، يعني احيانا ممكن اذا كانت كثيره ممكن تشوفها حتى على الضوء الخارجي، اذا عنده ضوء خارجي نشطه جدا. هذه اليرقه، واليرقه يعني كبيره ممكن تصل لخمسة سنتي، وهذه هي الطور الضار اصلا اللي بتعمل الثقوب وتتغذى ضمن أنفاق داخل الأفرع أو داخل الساق. بعد ما تكتمل هاي الحركة الغذائية تبعها بتتعذر داخل شرانق خاصة عذارة، وثم تخرج في يعني طور الأوفر وينترينج تبعها، ثم تخرج على شكل حشرة كاملة. فأعراض الإصابة تبعها، يعني كيف انا اذا رحت على حقل بدي اعرف انه والله في عنده حفار الساق. بشكل عام الحقل اللي فيه اصابه شديده بحفار الساق هو بيحكي عن حاله، اول ما تشوف الشجر ضعيف
النموات السنوية بتكون ضعيفة جدا، يعني ما في دفع في الشجر. وإذا أنت بتفتش حوالين الشجرة خصوصا في المنطقة اللي على سطح الأرض، راح تشوف وجود انشارة الخشب أو براز الحشرة اللي بيميل لونه للون الأحمر، وتتجمع العصارة النباتية بجانب الجذع، بجانب جذع الشجرة المصابة. بجانب جذع الشجرة المصابة. فأنت إذا بعرفش إذا بتشوف الماوس عند الصور، فأنت إذا بتتابع عند الشجرة هاي مثلا في أسفل الساق، راح تشوف في عندك انشارة الخشب اللي هي من مخلفات الحشرة أو من نواتج التغذية تبعها. بتعمل من أعراض الإصابة أيضا وجود حفر وأنفاق للتغذية في النموات اللي عمرها من 1 إلى 3 سنوات في الأفرع الهيكلية والساق. يعني إذا أنت بتفحص الشجرة بشكل كويس، راح تشوف هذا المظهر اللي هو عبارة عن أنفاق، ويمكن تكون خداعة، تشوف أنت ثقب بسيط جدا، لكن إذا بتأخذه في موس أو سكينة أو مقص تقليم، راح تشوف أنه بيمشي معك هذا الأخدود، خلينا نسميه نتيجة كأنفاق، نتيجة لتغذية اليرقات. بكون في ضعف عام وجفاف في الأفرع المصابة وتدني في إنتاجية الأشجار. أيضا إذا بيصيب النموات الغراس الصغيرة خصوصا في المشاتل أو الغراس اللي عمرها سنة وسنتين في الحقول، ممكن يؤدي إلى موت هذه الغراس نتيجة عمليات التغذية المكثفة. يؤدي إلى جفاف الأفرع، وإذا أهملت المكافحة بتجف الشجرة بشكل كامل، وممكن أنك تشوف الحقل لما تدخل عليه بهذا الشكل ترى في جفاف، وممكن تموت الشجرة أيضا بشكل كامل. طبعا حشرة حفار الساق يعني من الحشرات اللي تعتبر آفة رئيسية على التفاح، ولا بد من المتابعة الحقلية والمراقبة في عملية المكافحة. دورة حياتها ما راح ندخل فيها بديتيل تفصيلي، لأنه حكينا إذا ندخل في معلومات أكاديمية قد يعني تجعلنا في متاهة نوعا ما، لكن احنا بهمنا نتحاور مع بعض ونثري معلومات بعضنا من ناحية عملية وخبرة. لكن المهم في الموضوع انه هاي الحشرة ممكن تضع الأنثى تبعها معها من 150 ل 800 بيضة بشكل مجموعات او على شكل افرادي، تضعهم طبعا على ساق الاشجار وخاصة في الشقوق وعلى الافرع الكبيرة. وهاي احنا بنركز عليها مشان انه جزء من عملية المكافحة اللي راح نشوفها كمان شوي، انه احنا لازم نتلافى وجود الشقوق، لانه ما بدنا نعمل مأوى او مكان للحشرة لنسهل عملية وضع البيض لها. الطور الضار طبعا مثل ما حكينا اللي هو الطور اليرقي اللي احنا بنشوف صوره موجودة هون، وهاي اليرقة بتعمل غزل شبكة من الخيوط الحريرية بحيث تساعدها بالانتشار بواسطتها على الأشجار، وبتحدث إصابة جديدة في الأفرع الحديث. هاي الصورة للعذارة تبعها، لأنه هي احنا حكينا هاي الحشرة من الحشرات ذات التطور الكامل، وبالتالي لابد منها تمر في مرحلة التعذر، وتتعذر داخل عند مداخل الأنفاق. يعني بتكون اليرقة بتتغذى داخل النفق كامل، لكن لما بدها تيجي تعذر بتروح عند بداية النفق اللي هي صنعته، مشان إنه مباشرة لما بدها تتحول إلى حشرة كاملة يسهل لها عملية الخروج. الحشرة الكاملة يعني تظهر طبعا في أشهر الصيف من نهاية تقريبا تموز وحتى منتصف آب، لأن هي بتكون أكملت دورة حياتها السابقة. وهذا هو الحشرة، يعني هاي الحشرة لونها جميل طبعا لكنها ضارة، بتكون ليلية النشاط وممكن رؤيتها بالليل إذا أنت وضعت المصائد الضوئية. تتطلب هاي الحشرة اللي هي حفار ساق التفاح عمليات المراقبة الدورية، ولازم نعمل إلها رصد
وسواء رصد الحشرة نفسها أو للأثر تبعها. فرصد الحشرات الكاملة ومراقبة أطوارها مهمة جدا. يمكننا يعني نقدر نتابع مراقبة البيض اللي غالبا يوضع في أماكن التغذية السابقة أو مثل ما حكينا في مناطق الشقوق على سطح الساق. اليرقات مراقبتها ممكن يكون اليرقات حديثة الفقس ترصد عادة أو يتم رصدها في النموات الطرفية اللي عمرها تقريبا أقل من سنة. يعني إذا أنا بروح وفي بداية الموسم وبدي أشوف والله في إصابة بحفار الساق، غالبا بروح للنموات الطرفية واللي بتكون يعني عمرها سنة، لأن هاي بتكون أماكن غضة وسهل إلها تتعايش معها وتبدأ الغزو من خلالها. لكن اليرقات اللي بتكون متقدمة في العمر بتكون على الأفرع الهيكلية وبتكون هاي يعني مستقوية وعينها صارت يعني قوية على المحصول، وبتحدث هذه الأنفاق وبتكون موجودة في الداخل. كيف ممكن نعمل برنامج مكافحة لحفار ساق التفاح؟ طبعا هذا البرنامج اللي أنا راح أحكيه هو ليس يعني شيء منزل، يعني ليس هو نهاية العلم، هي تداول وحديث، ويمكن أنتم تثروني بأفكار أفضل، لكن من خلال الخبرة وجدنا أنه ضروري جدا نعمل اختيار الأصناف المقاومة أو الأكثر تحمل للإصابة بما يتلائم المنطقة، فمثلا لكل صنف بيئة مناسبة. وهذا بقول ليش أنا أعرضت الأصناف وأشرت إلى أنه موجود في أصناف كثيرة كمجمع وراثي للتفاح، أساس أنه نعرف إحنا كيف لما بدنا نيجي نزرع شو الأصناف اللي ممكن تساعدنا. يعني ممكن تجيني تقول لي والله أنا بدي أزرع الصنف إكس، بقول لك والله هذا الصنف كويس ممتاز، احتياجاته المائية قليلة، مرغوب في السوق، لكن بدك تنتبه بدك تتابعه لأنه هو حساس للإصابة بحفار الساق. إذن أول القواعد في عملية المكافحة المتكاملة لهذه الآفة هو اختيار الصنف المناسب. وتختلف أصناف التفاح ككل في حساسيتها وقوة تحملها لحشرة حفار الساق. ضروري جدا نعمل تقليم مبكر. ضروري جدا نعمل تقليم مبكر أنا بحاول أخلص من هاي السكرين لأنه مش ما بشوف منها. طيب التقليم المبكر بعد عمليات القطاف للأفرع الجافة والذابدة وحرق مخلفات التنظيم. إحنا مشكلتنا إخواني وأخواتي عندنا مشكلة إنه إحنا بس نأخذ المحصول خلاص بنقول للشجر أو للبستان أو للمزرعة تبعنا السلام عليكم بنشوفكم السنة القادمة. وهذه هي بيت القصيد اللي دائما بيصير في عندنا آفات، لأنه إحنا ما شاء الله كنا كمهندسين زراعيين بنعرف إنه هاي الآفات أصلا تنشط في نهاية الموسم. ليش تنشط؟ لأنه بيضعف يعني بيكون في عندنا ضعف في أداء أو خدمة المزرعة، وبالتالي بتتراكم عندنا. يعني إحنا بنراكم المشكلة أو بنضخمها للموسم القادم، يعني بنرحل المشكلة للموسم القادم، وياريت بس بنرحلها لا بنزيدها. فضروري جدا نعمل التقليم المبكر بعد القطاف مباشرة للأفرع الجافة والذابلة وحرق مخلفات التقليم. ليش؟ لأنه هاي الأفرع تعرفوا خلال عمليات القطاف وجني المحصول بيصير في تكسر، يعني اللي يصير في تكسير للأفرع وخلال عمليات القطاف، فأحنا وطبعا هذا ينتج عنه جروح، وبالتالي كأننا بنوفر بيئة مناسبة لهاي الحشرات إنها تضع بيوضها للموسم القادم. فإحنا لما بنعمل تقليم باعتبار قللنا من المأوى اللي مناسب لوضع البيوض لهذه الحشرة. إزالة السرطانات أو الخلفات النامية. السرطانات هي اللي بتظهر من عند منطقة التاج، المنطقة التاجية اللي هي ملاصقة لسطح التربة، وهي موجودة في كل الحقول الزراعية، غالبا بتظهر من نتيجة يعني نموات من الأصل نفسه، فهي بتضعف الشجرة وبتخليها غير قادرة على المقاومة. في نفس الوقت هي بتكون مأوى ومكان مفضل لليرقات الصغيرة لهذه الحشرة.
عزق الأرض أو حراثتها، لأنه إحنا إذا في عندنا عذارة بتكون نازلة لسطح التربة بنكون عرضناها للشمس، عرضناها للتهوية، وأضعفنا من بقاها للموسم القادم. ترك النموات الحديثة على الأفرع الهيكلية والأغصان اللي تنمو خلال شهر آب وأيلول ليتم قطعها وحرقها في بداية شباط، مما يخفف الإصابة لاحقا. أيضا إضافة الأسمدة والري حتى تساعد الشجرة على أن يكون عندها نمو، ويعني تصير الشجرة صحية ومقاومة للإصابة. ينصح أيضا بعمل طلي السيقان بمسحوق أو محلول بوردو، واللي الكل بيعرف يعني تركيبته وأهميته في حماية الأشجار من الإصابة أو من يعني من الحشرات لوضع بيوتها. يمكن أيضا تطعيم أصناف قابلة للإصابة بأصناف أخرى أكثر تحمل للحفار. يعني واحد عنده مزرعة وصار زارع، وهذا الصنف وجد أنه حساس كثير لحفار الساق، ممكن يراجعك يقول لك أنا شو ممكن أعمل. ممكن تنصحه أنه يغير الصنف لصنف آخر كويس وفي مواصفات مليحة لكنه مقاوم لحفار الساق. نعمل على جمع الحشرات الكاملة الموجودة على الأفرع والساق والهيكلي، خاصة أثناء وضعها للبيض. قطع الأفرع المصابة والجافة وحرقها، استخدام السلك المعدني لقتل اليرقات، وهذا هو الأكثر يبدو نجاحا. إذا أنت متابع الإصابات من البداية تقدر تسيطر من خلال أنك تستخدم هذا السلك المعدني وتدخله في الثقب. طبعا هي بتمشي غالبا للأعلى وبخط مستقيم، يعني سهل جدا هذا السلك أنه يلقطها. أيضا استخدام مصائد مصنوعة من القماش أو السلك المعدني مثقب يثبت على الأفرع في نهاية الصيف لمنع الحشرة من الخروج. هذا هو الخيش أو القماش، ممكن احنا نضع حول الساق وحول مناطق الثقوب اللي وضعت فيها البيوض، بحيث انه لما تيجي تطلع في الموسم القادم تكون الأمور يعني راح تعشش، سواء تعذر أو تضع البيوض في خلال الموسم راح يكون في هذا الخيش. احنا مع بداية الموسم القادم بنفكه وبنأخذه وبنحرقه، بيكون مليان كثير من البيوض، وطبقنا هاي التجربة وكان لها نتائج كويسة، بالإضافة إلى المحافظة على الأعداء الحيوية اللي موجودة. استخدام المصائد سواء كانت مصائد فرمونية أو مصائد ضوئية أو مصائد بسموها الغربولية أو البلاستيكية أو القماش، تقريبا بمعدل 1-2 مصيدة لكل 10 دونمات أو بسموها المصريين للهكتار. فهذا نموذج من المصائد الفرمونية الجاذبة، وهذا نموذج لمصيدة ضوئية، وهذا نموذج لمصيدة غربولية أو قماش بنلفها حوالين الساق، وراح نقش تجمع الأطوار الحشرية لهذه الآفة ونأخذها ونحرقها بعيد عن البستان. فكل هاي المصائد بصراحة استخدمناها، ويمكن هاي الصور حتى بعض حقيقي من نفس المحطة عندنا، وكان لها نتيجة إيجابية ولها تأثير معنوي في أنها تخفف من الإصابة بحفار ساق التفاح. هون في حفار ساق الحلويات بسموه المصريين، أو عندنا إحنا بنسميه حفار ساق التفاح رائق الأجنحة. هذا أخطر من حفار الساق العادي اللي هو زيزيرا بايرينا اللي كنا نحكي عنه قبل شوي، بس أنا حبيت أجيب هاي السلايد لأنه هذا الحفار اليرقات تبعه تمشي أولاً لأعلى وتمشي للأسفل وبخطوط متعرجة، حتى السلك يعني صعب جداً أنه يجيبها بشكل كويس. هاي الحشرة منتشرة انتشرت والآن موجودة في بعض المزارع، فالمزارعين متعودين عليها بسموها حفار السيزي. حفار السيزي هي أكثر خطورة من حفار الساق اللي احنا متعودين عليه، فبسوى أنه إذا أحد منكم اهتم أنه يفتح على النت
ويقرأ عنه ويعتبر ثقافة وحشرة موجودة وتعتبر من الحشرات الاقتصادية. أنا شخصياً بعتبرها آفة رئيسية الآن على التفاح سواء في منطقة شوبك أو أعتقد حتى في منطقة المفرق. يعني الحشرة بهذا الشكل لونها على فكرة حلو وجذاب أيضاً. الطور الضار أيضاً هو اليرقة وبتعمل أخاديد مختلفة، المشكلة إنها بتشتغل بتمشي الأنفاق اللي بتعملها بشكل متعرج. أما هاي اللي هي مشان تظل في أذهانكم، اللي هي اللي إحنا متعودين عليها، اللي هي حشرة حفار الساق العادي اللي إحنا متعودين عليه سابقا. أعتقد هيك أنهينا إحنا المحاضرة الأولى، ويمكن بأذن بعرف شو رأيك لا يس دكتور، هي الأذان بلش، فإحنا رح ناخد بريك نحكي للساعة 8 بس10. اذا في سؤال او سؤالين نتناولهم سريعا، لانه احنا رح ندخل على محاضرات اخرى، إذا هيك ولا لا معي، نخلي النقاش بعدين، في معي كم من سؤال ولا نخلي النقاش بعدين ممكن. راح تكون هلا إحنا رح نخلي النقاشات لآخر إشي ما في مشكلة. ما في مشكلة عشان ما نعمل شوشرة على الجميع، يكون الكل كاتبين أسئلتهم ومرتبين أفكارهم. إن شاء فإن الله. شاء الله زملائنا، إحنا هلأ الساعة 8 إلا 3 رح نستكمل على الساعة 8 إلا 5، يعني رح إن شاء ناخذ الله. بريك 15 دقيقة. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. هلا. طيب إحنا هيك بنستكمل الآن، تقبل الله من الجميع إن شاء الله. بنستكمل محاضرتنا الآن. إحنا رح ننتقل مع كل آفة لوحدها رح تكون محاضرة، يعني أنا فاصلهم مش كلهم محاضرة واحدة. بمعنى آخر هسه رح نحكي عن عثة ثمار التفاح، بس ننهي إن شاء الله. مش معناه أن أنهينا، لأ بنظلنا مع بعض، لأنه أنا شوي تقنياً يعني بسيط. بننتقل للآفة اللي بعديها. الفكرة في الموضوع أنا فصلتهم لأنه حبيت كل آفة منهم اللي بنحكي عنها بنحكي الأسلوب العادي اللي إحنا تعودنا مع بعض عليه، لكن راح يكون إن شاء الله في نتائج بحث، نتائج شغل انشغل يعني وصار على هاي الآفة. فمثلا لما بنحكي الآن عن عثة ثمار التفاح، راح إن شاء الله أعطيكم نتائج إيش انشغل، إيش صار، يعني مش إنه من النت وكذا وإلى آخره. فعثة ثمار التفاح من الآفات الرئيسية أيضا، واللي تعتبر يعني آفة مهمة بتصيب التفاح وإلها ضرر اقتصادي، يعني تعتبر حشرة اقتصادية وبتأثر في العائد الاقتصادي. مشكلة هاي العثة بالذات لأنه مثل ما حكينا مبارح تعتبر آفة مباشرة، يعني بتروح دايركت على المنتج النهائي اللي هو الثمر. وإحنا في المحصلة لما بدنا التفاح أو بدنا مثل ما حكينا مبارح الزيتون، بهمنا المنتج النهائي أن يكون شكلاً منظراً قابل للتسويق، قابل حتى للاستهلاك نفسيا، يعني واحد بيتقبله. فهذا هو شكل العثة، وهذا شكل اليرقة تبع عثة ثمار التفاح، وهذا هو الضرر. فتخيل أنت مثلا عندك محصول تفاح وزارعه تعبان عليه وإلى آخره، وظهرت عندك الثمار بهذا الشكل، شو النتيجة؟ النتيجة أنه المحصول باعتبار انضرب وغير قابل للتسويق حتى انت ما بتاكله، او شفته من الخارج ما شاء الله يعني مزهوقه وحبه تفاح، لكن لما فتحت حبه تفاح وجدتها بهذا الشكل، فكيف تكون رده الفعل تبعك او حتى المستهلك اللي احنا بدنا نسوق له؟ فاذا هاي من الافات اللي الشرسه، الافه اللي يعني بدها انتباه، ممكن تشوف الثمار بهذا الشكل. وعلى اساس تتاكدوا من برضه تكون الصوره واضحه لكم كيف شكل اليرقه وكيف تعمل تهتك في حتى في الحامل الزهري هذا، وهذا هو شكل العثه اذا انتم شفتوها بالحقل من خلال المصائد او ما شابه. اعاده سريعه عليهم بس. طيب هاي اليرقه بتكون داخل الثمره، فهي بعد ما يكتمل نمو اليرقة وتعمل بلاويها داخل حبة التفاح وتخرب اللي خربته ومن هالقصص، بتخرج من الثمار وبتتخبى
وبتحمي نفسها مشان تتعذر، وبتضلها تقريبا من 10 ل 30 يوم تتحول لحشره كامله حسب درجات الحراره. هذه من الحشرات اللي يعني تتاثر بظروف مش بس درجات الحراره، المدى الحراري. واحد الزملاء وهو زميلي وانا ذكرت اسمه في المحاضره درس على التراكم الحراري واثره على النشاط الطيراني لهذه الحشره، فوجد انه مع ساعات تراكم حراري كذا بصير في عندك نشاط طيراني، وبالتالي ممكن يدخل عندنا نتيجة جديد. هاي اليرقات بتدخل طور السكون في نهاية الموسم، يعني مع بداية شهر أيلول حسب الصنف اللي هي بتكون صايبته. وبتدخل طور السكون على شكل يرقات أغلبها في العمر الخامس، بتختبئ في الشقوق وتحت الأوراق أو عند قاعدة الأشجار. لذلك احنا ما بدنا نرجع كمان نفس الطريقة نفكر في موضوع المكافحة المتكاملة، بدنا نفكر في هاي قضايا الشقوق والجروح اللي بتصير في الأشجار وما شابه. لما بترتفع درجة الحرارة في الربيع، الربيع الموسم القادم فوق 10 درجات، يعني مع بداية الربيع مع بداية شهر 3 فوق الحد الأدنى للنمو لهذا الآفة، بتبدأ تتعذر وتتحول للحشرة الكاملة. الحشرة الكاملة بتكون اكتمل نضجها في وقت تفتح الأزهار وبداية عقد الثمار، مباشرة بتضع البيوض، البيوض بتتحول إلى يرقات وبيبلش شغلها في الموسم القادم. كيميائيا استخدام مبيدات متخصصة، والسوق الحمد لله مليان بالمبيدات المتخصصة، لكن الأهم منه يعني المزارعين بنصحوا أو يعني الخبرة أو الشغل أنه تقريبا الرش المبرمج اللي هو 2 ل 3 أسابيع. احنا كلنا بنعرف مشاكل المبيدات، فبدنا نفكر بطريقة أن نخفض عدد الرشات خلال الموسم. لكن بالخبرة ومن خلال أبحاث وجدوا انه اهم رشه بتكون خلال مرحله الطربوش الاحمر اللي هي بسموها البري بلومينج بالانجليزي. المزارعين بيعرفوش ايش بلومينج وبري بلومينج والقصص هاي، المزارع بيقول لك احنا بدنا نرش على الطربوش الاحمر، يعني ايش؟ بتكون البراعم الزهريه منتفخه ويعني ها بدها تفتح، و لأنه إحنا هاي الفترة بيكون فترة نشاط الجيل الأول لهاي الحشرة، وبالتالي إحنا بنقضي عليها في المهد تبعها. إحنا نتيجة يعني أهميتها عملنا عليها دراسة، وكان بقودها أحد الزملاء أنا اشتغلت معه وتشرفت بهذا الأمر، درس بعض المفاهيم للمكافحة المتكاملة لعدة ثمار التفاح، وكان الهدف من الدراسة هو دراسة النشاط الطيراني لعثة ثمار التفاح وتحديد عدد الأجيال تقريبا خلال الموسم. وحاولنا ندرس إنه هل في لها أعداء حيوية، وبالتالي إذا في أعداء حيوية بدنا ننتبه إلها في عمليات الرش مشان إن نرجع نحافظ على هذا التوازن. ودرسنا تقنية إرباك التزاوج بحيث إن نشوف هل هي راح تأثر على أعداد الآفة أو لا تؤثر. استخدمنا لعمليات المراقبة المصائد الفرمونية في عمليات المراقبة والمكافحة، وهي عبارة عن فرمونات موجودة على شرائح، الشرائح طبعا بتكون لاصقة وبتكون داخل مصائد دلتا، هاي اللي هي المعروفة. أنا بعرفش إذا الماوس بيعلم ولا لا عندكم يا آلاء. على العموم مهندس بيعلم الماوس على يمين الشاشة، هاي المصائد اسمها مصائد الدلتا، داخلها بيكون كرتوني أو يعني طبق عليه المادة اللاصقة، وحتى إنها معمولة بشكل هندسي بحيث إنه تقدر تقرأ العدد العث اللي موجود منجمع، وتضع الفرموني في الوسط وبتراقبها بشكل أسبوعي. فهاي كل اللي صادتهم هم عبارة عن عثة ثمار التفاح. تخيل لما المصد تصيد هذا العدد من العث، يعني انك خفضت الاصابه وخفضت عدد البيض اللي موجود، واعطتك مؤشر اذا انت واصل لهي المرحله معناته انت ممكن ترش ولازم تتدخل بالمبيدات الحشريه. درسنا النشاط الطيراني لعثة ثمار التفاح، حددنا عدد الأجيال تقريبا إلها من 2 إلى 3. يتبين من خلال الدراسة أنه يوجد جيلين للعثة في المنطقة،
وهم الجيل الأول اللي هو راح يكون في شهر أربعة ونهاية شهر أربعة، والجيل الآخر اللي بيرتفع فيه البيك تقريبا في شهر سبعة وثمانية، لأنه هو موسم الإنتاج وموسم نضج الثمار، وبتكون دخلت المادة السكرية في الثمار، وهذا يعني مخبخة بالنسبة إلها. وقارنا نوعين من المصائد، الفيركون تراب والدلتا تراب، والثنتين كان قادرات على جمع واصطياد العثث، وكانت الفيركون تراب عفوا الدلتا تراب هي أكثر كفاءة في جمع العثث خلال الموسم. عملنا دراسة أيضا لتحديد الأعداء الحيوية، قلنا نشوف هل في لها أعداء حيوية أم لا، ونتيجة للعمل المكثف اللي قاموا فيه الزملاء تم عزل أحد الأعداء الطبيعية، وكانت نسبة التطفل على اليرقات 1%. طبعا هو مجهد نتيجة يعني طبعا هذا تم البحث في أكثر من مزرعة وأكثر من موقع، وكان مجهد يعني نسبة التطفل بسيطة لأنه مرهق في استخدام المبيدات أحيانا خلال الموسم اللي نعمل فيه التجربة. طبقنا تقنية إرباك التزاوج، إنه يعني إذا بنعمل إرباك التزاوج هل ممكن إنه يقل عدد العثث ويكون تأثيرهم كويس على خفض الكثافة العددية لهاي الحشرة؟ كانت أهداف الدراسة تستهدف إرباك عملية تزاوج تحت الظروف الأردنية عندنا في الأردن، وكان إن هدف هو التقليل من استخدام المبيدات الحشرية في مكافحة العثة، ومحاولة إدخال هذه التقنية في مكافحة الآفة على مستوى البلد. بالوضع الطبيعي الميل يكون في الفيرمون، هاي المنطقة الفرمونات طبعا تطلقها الإناث في الوسط، هذه الصورة بالأعلى، الفرمونات الجنسية تطلقها الفيميل بهذا الوسط، والميل اللي هو الذكر يتحرك في هذا الوسط بكل أريحية حتى أن يصل إلى الفيميل ويعمل عملية تزاوج وتضع البيوض. لكن ما تقنية استخدام الفرمونات اللي بتعمل على إرباك عملية تزاوج، إنه أنت لما تضعها في المصائد فرمونات اللي عفوا اللي تكون موزحة بالحقل، وهسه راح نشوف كيف عملية توزيعها بالحقل، صار في خربطة في توزيع الفرمون، لأن الفرمون اللي بنحطه احنا في الحقل هو بيحاكي تماما نفس الفرمون المنبثق من الإناث، وبالتالي بيصير المجال واسع، لذلك الذكور بيصير عنده عملية تشويش. لاحظ كيف حركتها، يعني ممكن تتشوش ما تعرف وين الإناث، وبالتالي الذكور تجهد والإناث تبقى بدون عملية تلقيح وبدون عملية تزاوج. فهاي الفكرة في عملية إرباك التزاوج، لأن البارحة حكينا عنها في موضوع الزيتون، واليوم أيضا نحكي عنها نتيجة بحث حقيقي تم عندنا. فحبيت أحط هاي الصورة إنه شو الميكانيزم اللي بيشتغل عليها الفرمونات اللي بتعمل على إرباك عملية التزاوج. هذا عملية تزاوج طبيعية، والفرمون المنبثق من الأنثى الحقيقية، هون الفرمون منبثق من المادة اللي هي بتكون موجودة، بالإضافة للمنبثق من الأنثى بيعمل تشويش عند الذكور وبيجهدها وبيعمل عليها تشويش بيربك عملية التزاوج. هاي الفرمونات بتكون موجودة ومحملة على خيطان بهذا الشكل، بنوزعها على الأشجار، بتكون طبعاً محملة بالفرمون ومغذية بالفرمون الجنسي اللي بيعمل بينبثق داخل الحقل وبيعمل تشويش للذكور.
أهم الأنواع المستخدمة والأكثر شيوع من الهرمونات اللي بتعمل تشويش لعملية التزاوج هو الأيزومات سي بلس، موجود كان، ما بعرف الآن هل هو موجود. نسبة الاستخدام كان في ظروف التجربة 70 خيط للدنو الواحد، كل خيط بيحتوي على 120 ميلي جرام من الهرمون الجنسي، ومدة فعالية هذا الخيط من 100 إلى 120 يوم. يعني لما نحكي عن 120 يوم نحكي تقريبا عن حوالي 4 أشهر، وبالتالي أنت بتكون طلعت من الموسم. فهذه هي الخيوط، خيوط موزعة في الحقل ومحمدة بالهرمون، كل خيط تقريبا في معدل 100 وكفاءته 120، كان وقتها رخيص. النتائج اللي ظهرت معنا في موقع التجربة، النتائج اللي ظهرت معنا كان في موقع التجربة لما عملنا إرباك تزاوج، واستخدمنا أيضا رش بالمبيدات، بس كنا نركز أكثر على استخدام هاي كنا نركز على استخدام الهرمونات الجنسية، كان معدل عدد العذ في نهاية الموسم تقريبا 1 في موقع التجربة، ونسبة الإصابة للثمار 9 بالعشرة بالمئة. يعني جمعنا مثلا 100 ثمرة وشفنا قديش نسبة الإصابة. موقع الشاهد اللي ما استخدمنا فيه هرمونات على الخالص ولا مبيدات حشرية، وفقط عملنا بالمبيدات الحشرية، كان عندنا معدل عدد العذ على المصائد في نهاية الموسم تقريبا 76 واحدة، ونسبة الإصابة تجاوزت 14%. يعني أنه تجربة عملية إرباك التزاوج لهذه الآفة كانت ناجحة. هذا الجدول بيبين قديش معدل العثث اللي موجودة في الهرمون تراب، يعني تو بلوت، إشي كان هو الكنترول اللي باللون الزهر كان هو الكنترول، واللي باللون الأزرق اللي هو الموقع اللي استخدمنا فيه الهرمونات الجنسية. فكان عدد الموث أو عدد العثة اللي مصطادتها المصائد قليل جدا، وهذا الحكي من تقريبا 1/4 أو 1/33، وانتهاء ب 24/9 اللي هي فترة التجربة، تحكي عن حوالي 4 أو 5 أشهر. وكان في عندنا نوعين من المصائد اللي هم مصائد الدلتا اللي هم هون، والمصائد المجنحة اللي هي بهذا الشكل، وكلاهما كان له كفاءة في تقريبا اصطياد الحشرات، وكنا نضعهم في الحقل ونتابعهم بشكل أسبوعي ونأخذ عليهم القراءات. دخلنا دراسة استخدام مصائد الخيش، جبنا خيش وكنا نلفه حوالين الأشجار، واستخدام مصائد الخيش تقريبا مواصفات المكتوب ورح تكون موجودة عندكم. ومن الطرق الوقائية أيضا كنا نجمع الثمار المتساقطة والمصابة ونتخلص منها، لأن هاي رح تكون فيها يرقات ورح تكون مصدر عدوى للموسم القادم. فهاي مصائد الخيش اللي كنا نلفها حوالين الشجرة مشان نعمل بيئة لهاي الحشرة إنها تنزل يرقات وتعذر داخل هذا الخيش، وكنا نجمع كميات يعني مش بطالة، ونخلص من الخيش ونحرقه بعيد، وبالتالي احنا عملنا مكافحة متكاملة بطريقة غير مباشرة. مصائد الخيش كانت تجربة لهذا الزميل، زميل دكتور حنا، في منطقة في كلية الزراعة الربة في الكرك، وعدد مصائد الخيش اللي استخدمهم يعني كانوا مختلفين، عدد اليرقات والعذارة اللي جمعت، يعني تخيلوا بأعمار مختلفة في بداية أيلول 2003 حتى 1/4/2004 كان تقريبا عندك حوالي 638 يرقة بأعمار مختلفة مع 23 عذرة في هذه المصيدة الخيش اللي هي محطوطة حوالين ساق شجرة التفاح. فتخيل هذا العدد لو بقي للموسم القادم شو كان ممكن
يعمل. تخيل هذا العدد من اليرقات والعذارة اللي ماسكها مصائد الخيش. هذا بالنسبة لعدة ثمار التفاح. احنا هيك بنكون انهينا عدة ثمار التفاح، ورح ننتقل لآفة أخرى إن شاء الله، بس بدك تحملوني حتى أطلع من هاي المحاضرة وندخل على واحدة أخرى. هلا احنا لازلنا سكرين شير مهندسة. دكتور انا مبين قدامي البرزنتيشن بيولوجيكال الان كنترول. تغيرت. ممتاز. الان احنا ندخل على موضوع اخر اللي هو بيولوجيكال كنترول للولي ابل ايفيد. الولي ابل ايفيد اللي هو الاسم الانجليزي للمن القطني على التفاح. هاي المحاضره اللي انا قدمتها وانا محضرها سابقا هي باللغه الانجليزيه لكن سهله، وانا راح اشرحها بالتفصيل ان شاء الله. جهد إلي مع الدكتور الزميل لنا أيضا اسمه مازن عطيات في جامعة البلقاء التطبيقية. حاولنا في هذا البحث أو هاي التجارب أن نعمل خطوات مكافحة متكاملة ومكافحة حيوية للمن القطني على التفاح في منطقة الشوبك. أنا حاولت اليوم أني أجيب لكم نتائج أبحاث ونتائج تجارب ساعدت في المكافحة المتكاملة لآفات التفاح. الولي ابل ايفيد اللي هو المن القطني للتفاح من مجموعه او من رتبه الهوميبترا، وكنا بنعرفه والاسم العلمي تبعه الاريوسوما، يعني من باب الثقافه واللي بيحب يبحبش في النت يعني يكون عارف شو الاسم العلمي تبعه اللي هو الاريوسوما. الاساس تبعه او الاصل تبعه هو كان نيتف في امريكا الشماليه، وكان الاصل انه متواجد يوز ذا امريكان الميتري، كان العائل الاساسي تبعه النبق الامريكي، لكن نتيجه لقله مثلا هذا المحصول بلش يظهر على التفاح اللي هو المالس دوميستيكا، واصبح افه اساسيه ورئيسيه على التفاح. له عوائل كثيره غير انه يعني له هوست وايد رينج، يعني المدى العائلي تبعه واسع، وبصيب العديد من النباتات. انا وجدت اسمها بالانجليزي بعرف صراحه منها الاجاص، لكن بعضها البلو بيري والهات بيري ومش عارف ايش، بس احنا بهمنا في مناطقنا انه بصيب التفاح. فبدايته كانت في امريكا الشماليه والان اصبح واسع الانتشار عالميا. اهميته شلون مهم هذا المن القطني؟ بيعمل ريدكشن لا يعني بيعمل خفض في قوة وحيوية الشجرة. هو ما بصيب الثمار، ليس إصابة مباشرة مثل عثة الثمار اللي قبل شوي، لكن إنه خلينا نحكي يعني بيأثر على حيوية الشجرة وبضعفها، وخصوصا إنه في مرحلة من مراحل نموه ومرحلة من مراحل تطوره بنزل مباشرة إلى الجذور، وهنا المشكلة لأنه بيعمل تهتك في جذور الأشجار. طبعا هو تطوره ناقص، يعني بمعنى آخر مباشرة من البيضة للحوريات، ويصيب الأفرع ويصيب النموات الحديثة، يصيب الساق، يصيب الأوراق يضعفها، وأيضا يصيب الجذور. بتكون الأكثر أثر يعني أكثر ضررا فيه اللي هو الفيرست انستار نيمف الحوريات الأولى، لأنها بتكون زاحفة وهي بتتحرك من مكان إلى آخر. مع مرور الوقت بصير يضعف حركتها لأنها بتكون شبعت وأكلت وعملت بلاوية. هذا جدول لللايف هيستوري تبعه. النيمف كاملة يعني بيبدأ تقريبا من شهر 3 لشهر 10، وهاي الفترة اللي بيكون فيها نمو التفاح وما شابه، فهي بتشتغل بهاي الفترات من شهر تقريبا 3 حتى نهاية شهر 10.
الاوفر وينترينج والدامج ستيج للادلت. الادلت تقريبا يعني مش بطاله في الطول، لكن اللي بيميزها انها تتغطى في ايش؟ في غطاء قطني، وبالتالي بسموها المن القطني. اللي كان يعني يلاحظ على اشجار التفاح من هاي الحشره كانت هي الفيميل، لكن الميل كان قليل جدا. الاناث بتنتج تقريبا لايف يونغ ويزاوت ماتينج، يعني بدون عمليات تزاوج بيصير فيها التكاثر، وانتاج البيض ايضا قليل جدا. إلها أجيال عديدة خلال الموسم. المن القطني له أجيال عديدة تقريبا بيصل حوالي 11 جيل خلال السنة، مسجل في مناطق يعني في أمريكا وكذا، لكن عندنا إحنا يعني بيصل تقريبا من فوق السبع أجيال خلال الموسم الواحد. هي حشرة ماصة، مو يعني عامل لحالها كفر في القطن، وبتصيب الجذور. وقلنا المرحلة يعني كل الأجزاء في النبات هي عرضة للهجوم في المن القطني للتفاح. وأنا حكيت في البداية إنه المشكلة عندنا إذا بصل لمرحلة الجذور نهاية الموسم، ترحل الحوريات الأولى اللي في الفيرست انستار، لأنها بتكون هي الزاحفة، وتنزل إلى منطقة الجذور بتعمل جولز. يعني لاحظ التدرنات اللي في منطقة الجذور، يعني واحد ما عندوش خبرة وما عندوش كذا فورا يمكن يروح يقول هاي أجروبكتيريوم أو أي أبصر إيش أو نيماتود أو إلى آخره، لكن هي في الأصل إصابة بمن التفاح القطني، وبتعمل تهتك في الجذور وتدرنات في منطقة الجذور. بالتالي بده ينعكس على حيوية الشجرة، بده ينعكس على عطاها، بده ينعكس على امتصاص المياه والأسمدة، وتصبح بالمحصلة بالنتيجة العامة إنها ضعيفة. أيضا الأوراق عرضة للإصابة بالأجزاء يعني الهوائية، خلينا نسميها عرضة للإصابة بالمن القطني. حتى البراعم الخضرية والبراعم الزهرية عرضة إنها تنصاب في المن القطني. وأنا حاط دائرة هون باللون الأحمر إنه مكان الإصابة أيضا ممكن يصير فيه تدرنات. يعني إذا أنت بتروح عند المزارع وتشوف الأفرع العلوية فيها هاي التدرنات، فخلي واحد من طرق تفكيرك إنك تفكر في موضوع المن القطني. يمكن ما تشوف المن قدامك والقطن هذا، لكن ممكن تكون في إصابات سابقة والزلمة راشش وباقي عندك هذا المشهد أو هذه الانتفاخات اللي على الأفرع. يعني ما يروح ذهنك مباشرة مثلا تحكي نيماتود أو تحكي بكتيريا أو كذا، يعني خلي أحد طرق التفكير تبعك أنك تروح تتوجه وتفكر في موضوع المن القطني. هذا اللي يعني اللي الشاهد العام اللي احنا بنشوفه، كيف بنشوف المن القطني في الحقل لما تكون اصابات كثيفه بشكل عام، احنا بنشوفها بهاي الصوره، عباره عن كتل بيضاء وداخلها المن. هون وجوده على شجر النيم لانه هو العائل الاساسي تبعه في الاصل كان النيم. شو عملنا احنا هون؟ عملنا دراسه، شفنا مجموعه من الاصول، لان هو يعني اكثر قلنا الموطن تبعه اللي هي منطقه الجذور. فشفنا بهمنا احنا الاصل تبع التفاح، صار تجربه على مجموعه من اصول التفاح الروت ستوك وخصائص كل اصل. واكثر رواجا عندنا احنا بيستخدموه المزارعين هو الاصل ام ام 106 والام ام 111، وكانت هذه مقاومة، ويعني الأشجار التفاح المطعمة على هذه الأصول كانت مقاومة للمن القطني. يعني بمعنى آخر إنه لما بنزل للجذور بتكون هي مقاومة إله، وهذا بقودنا إلى إنه إذا سألنا مزارع على إيش ممكن أنا أطعم وشو الأصل بتنصحني فيه، بتقول له على أم أم 106 أو على أم أم 111.
عملنا دراسة إنه نشوف حساسية الأصناف. أنا حكيت لكم في بداية المحاضرة ما قبل الصلاة إنه الصنف الفلاني حساس لكذا، الصنف الفلاني مقاوم لكذا، وهذه كانت نتائج حقيقية، يعني مش كلام من مجمعينه. فوجدنا إنه مثلا من الأصناف اللي كانت مور ريسيستنت، مقاومة جدا للمن القطني، يعني يكاد إنه حتى لا يظهر عليها، كان صنف اسمه الهارموني، وصنف حلو، ويعني اللي بيحبوا التفاح بيحبوه. لكن بالمقابل كان في صنف اسمه فوجي 2، كان أكثر قابلية للإصابة بالمن القطني. هذه معلومات ممكن تفيدك، إنه أنت والله واحد سألك عن هاي الأصناف بتقول له والله كذا يمكن هو حساس للمن القطني، بدك تنتبه، أو الصنف الفلاني أنا بنصحك فيه لأنه مقاوم للمن القطني، إذا أنت إمكانياتك بتساعد بإمكانك أنت تجيبه. في الكيميكال كنترول احنا بهمنا دائما انه عمليه التوقيت عمليه المكافحه، دائما في بدايه الموسم، ولما يكون في عندنا يعني الخلاصه انه لما يكون في عندنا اصابه شديده جدا تستوجب ان نعمل عمليات رش ومكافحه، وفي بداية الموسم، لأن أنت بتقضي على أكبر عدد من الحوريات، وبالتالي أنت بتخفف الإصابة أو بتخفف الانفستيشن على مدار الموسم بشكل عام. هاي مجموعة من يعني واحد بيسأل بيقول لك أنا مثلا والله في بعمل زراعة عضوية أو بحاول إني ما أستخدم مبيدات، بنقول له إنه في أعداء حيوية موجودة، ويعني ممكن إنه الواحد يستفيد منها، بس إنه بدك تحافظ عليها بتخفيض إنك تخفض عدد عمليات الرش، مشان إيش؟ فمثلا حشرة أبو العيد بالأعلى واليرقة تبعها، هاي حشرة أبو علي اللي احنا متعودين عليها واليرقة تبعها، وهاي يعني من الأعداء الحيوية اللي كويسة للمن بشكل عام وللمن القطني، ومجرب في يعني كثير في دوكومنت موجودة على النت بتأكد كفاءتها وقدرتها. أيضا ليدي بيتل والليسينج ليسوينج أدلت اللي هي في الوسط، والفلاي سيرفيد فلاي أيضا اللي هي في الأسفل، يعني هذه أعداء حيوية بسوى إن نحافظ عليها ونوجه بعدم استخدام المبيدات المكثف مشان إن نحافظ عليها. هاي النباتات الزهرية هي بتكون جاذبة، يعني يشجع زراعتها حول حقول أو عفوا بساتين التفاح. ليش؟ لأنها بتكون هي جاذبة للأعداء الحيوية، وتجذب حتى النحل مشان النكتار الموجود وكذا، فبتكون بتساعد يعني زي مأوى مشان إنها تخلصنا من المن القطني. في دول برا وفي كثير ناس مشتغل على هذا الموضوع، انه بين الخطوط بزرعوا بين الخطوط هذه الانواع من النباتات اللي هي ممكن تكون مأوى للاعداء الطبيعيه، ويعني بيضربوا عصفورين بحجر، كويسه للنحل وهي مأوى للاعداء الطبيعيه اللي ممكن تكون تتشجع وجودها، تشجيع وجودها يساعدنا في الخفض من المن القطني اللي على التفاح. فهاي حقول موجودة يمكن صور من النت، لكن أنا على الواقع شفتها في بلاد برا بيستخدموا هذا الأسلوب مشان إنهم يشجعوا الأعداء الحيوية. من التجارب اللي عملناها هون في المنطقة تبعنا وبمساعدة زميلنا الدكتور مازن، إنه شجعنا على إطلاق تربية وإطلاق عدو حيوي اسمه الأفلين الصمالي. هذا الأفلين الصمالي عدو حيوي مسجل عالمياً إنه بيتغذى على المن القطني، وحولنا نربيه عندنا. يعني هذه معلومات عن
معلومات تصنيفية عن العدو الحيوي اللي هو الإيفس الأفيرينس مالي، وحاولنا أن نربيه ونطلقه في أحد المزارع له تقريبا من 4 إلى 5 أجيال. يعني إذا المحاضرات أكيد مسجلة بكاك ترجعوا عنه تقرأ عنه بالنشر ندخل في الديتيل، ولكن وهذه مراحل تطوره. ميزة هذا الطفيل أنه بضع البيوض داخل المن القطني، وبالتالي بتفقس البيوض وتتغذى وتظهر بعدين المن القطني بيكون بشكل بتحنط، يعني بيكون صار عليه عملية تطفل. هذا العدو الحيوي نشط جدا وعنده خصوبة عالية ويضع عدد من البيوض وسريع في التطور، لكن في نقطة رئيسية انه انت لما تطلق العدو الحيوي هذا ضروري تعرفها، انه انت ممكن تقول والله ما اثر، ما كان له اثر على المن. الصحيح انه المن بيظل يتغذى وهو مش عارف انه في داخله في بيض، فبيظل يتغذى خلال المراحل الاولى من عملية التطفل اللي حصلت عليه. بعدين الادلت بتصير بدها تكاثر، فما بتقدر انها تكاثر لانه الطفيل هذا بياكل محتوى البيض اللي داخل تجويف المن وبيضعفه وبياكل محتوى، فبتصير ايش متحنطة. هذا الطفيل بكون وضع البيوض في هاي المرحلة في صورة A، وهاي صورة المن بعد عملية انه يعني صار عليه تطفل كامل. ويعني هذه الأعراض كيف بتشوف أنت إنه تأثير الطفيل على هاي الأفراد من المن. ففي الـ A اللي هي الـ Early Stage، المراحل الأولى من الـ Parasitization عملية التطفل، وبعدين بيصير مثل المومياء المن اللي هو في المرحلة اللي هي في الصورة B. إحنا شو اللي عملناه؟ حكينا قبل شوي انه الصنف فوجي حساس للمن القطني، فاحنا كثرنا المن القطني وزرعناه على الصنف فوجي داخل بوكسز مشان نكثر المن القطني. الهدف كان من تكثير المن القطني نعمل زي كلتشر مشان ننمي عليها الافلين الصمالي او اللي هو اللهم صل على محمد اللي هو الطفيل اللي موجود. فكثرنا الطفيل ورحنا دخلناه في احد المزارع، الا انه بتعرفوا احيانا في ظروف البحث مش الكل بيكون يعني واعي لاهميه النتائج، ومع ذلك يعني كان في نتائج مبشره، الا انه المزارعين احيانا بيقول لك انا ما بقدر لازم ارش ولازم اتدخل وكذا، وبالتالي يعني يمكن اثروا على كفاءه هذا الطفيل خلال الموسم. هذا خلال تقريبا 3 سنوات في اكثر من بستان حوالي 3 بساتين، وكان في كفاءات جيده الا انها يعني واعده، لكن ما في شيء اللي انت توصل فيه. التوصيه الوحيده المهمه انه احنا بدنا نحاول نقلل من عدد الرشات او استخدام المبيدات بحيث ان نحافظ على المكون الحيوي اللي احنا بنستخدمه في مكافحه المن القطني. راح ننتقل مباشره الى البياض الدقيقي على التفاح. يعني احنا اخذنا 3 نماذج من الاصابات الحشريه، حكينا في البدايه عن حفار الساق التفاح، حكينا بعدين عن عثه ثمار التفاح وعن المن القطني، والان بدنا ناخذ لنا نموذج ثالث رابع عفوا، وهو البياض الدقيقي على التفاح. لما بنحكي البياض الدقيقي بنحكي عن فطر، ويمكن مرض البياض الدقيقي اوريدي الكل صار منا فاميليار معه، يعني من حيث الشكل ومن حيث الاعراض. ما بهمنا احنا المسبب الاسم المسبب العلمي،
اللي مهتم في قضايا البحث ومهتم يعني بحبش اوكي هو البودوسفيرا، لكن المزارع بيقول لك انا في عندي بياض وكيف بدي اتصرف وشو ممكن انا اعمل. على العموم البياض الدقيقي يعتبر من الامراض الفطريه الرئيسيه اللي بتصيب التفاح، وبصيب البراعم، بصيب الاوراق، بصيب الازهار، بصيب الافرع الخضراء، حتى الثمار غير الناضجه ممكن يصيبها، وما تقدم الاصابه بياثر على الثمار في مرحله النضج النهائي وبالتالي تصبح غير تسويقي، فهو يعتبر آفة مباشرة وغير مباشرة. تبدأ الإصابة بالعادة على الأوراق الصغيرة اللي تنشأ عن براعم تكشفت لتعطي نمو الموسم الجديد. هذا يعني من الأوراق أو النموات الحديثة اللي بيكون ظاهر فيها البياض الدقيق كصورة. إصابة الأفرع الصغيرة بيعمل تقزم، يعني انت بتروح على الحقل بتشوف والله في تقزم بس مش شايف في بياض، لكن ممكن يكون انصاب وفي مراحل متقدمه. في الاصابات الشديده طبعا بيؤدي الى موت هاي الافرع الصغيره. الاوراق المصابه بتكون اطول لكن اقل في العرض من الاوراق السليمه. الإصابة البراعم الزهرية بتؤدي إلى عدم تكوين الأزهار وبالتالي عدم عقد الثمار، يعني إذا البراعم الزهرية عندك إصابة يعني أنت عم تخسر موسم تقريبا. وعلى الرغم من أنه إصابة الأزهار أقل شيوع من إصابة الأوراق إلا أنها بتتسبب في فشل العقد وتظهر الإصابة على البتلات وحامل الزهرة وعلى شكل بقع بيضاء. بتؤدي إصابة الثمار وهي في أطوار نموها الأولى إلى ضمورها وتكون ذات سطح خشن الملمس، يعني راح تشوف صور إن شاء الله لقدام بتشوف إنه الثمرة تقريبا خشنة ومش بوضعها يعني الوضع الطبيعي اللي أنت متعود تشوفه. أيضا تظهر الإصابة على الثمار الصغيرة وتسبب توقف في نموها أو تؤدي إلى تقزمها ويظهر عليها شبكة صدائية، يعني اللي مش فاميليار مع المرض ممكن يحسب إنه صدى أو بعضهم ممكن يروح لموضوع الجرب لكن ما بيعرف إنها مرحلة متقدمة من البياض الدقيق. يعني لو واحد شاف حقل عليه الثمار بهذا الشكل ممكن يروح ذهنيته مباشرة يقول لك والله يمكن هذا جرب أو هذا صدى أو أبصر إيش أو إصابة عناكب، لكن هي إصابة متقدمة من البياض الدقيق، فهذا تأثير مباشر على المنتج أو المنتج النهائي، وبالتالي القيمة الاقتصادية تبعه حتى نفسيا أنت لا تستطيع تذوقه أو أكل. يصيب الأفرع مثل ما حكينا، يعني إنه بمعنى آخر للفكرة بدنا نوصلها إنه البياض الدقيقي لما تروح أنت تشخص بالحقل لا يكون تفكيرك بس على الأوراق، لأنه تعلمنا كثير دائما يصيب الأوراق يصيب الأوراق، وعلى المظهر الطحيني بيكون لونه أبيض ماشي، بس أيضا لازم نفكر إنه بصيب الأفرع وبصيب الثمار. طور السكون بيكون داخل البراعم الطرفية، فهذا انعمل دراسة عملها أحد زملائنا وأنا كنت معه الصحيح إنه وين هذا الفطر يا أخي بفترة السكون تبعه، فوجدنا من خلال الدراسة وعزل في المختبر إنه بيكون طور السكون تبعه داخل البراعم الطرفية الموجودة على أشجار التفاح. أعراض البياض على الأزهار، لاحظ كيف على الأزهار، فتخيل هذا رح يأثر على العقد وبالتالي رح يأثر على الموسم بشكل عام. بياته الشتوي طبعا حكينا بكون في البراعم الطرفية وبكون على شكل مايسيليوم داخل البراعم الزهرية والبراعم الخضرية. بتحدث الإصابة الأولية عن طريق الجراثيم الكنيدية، هذا المايسيليوم اللي بكون ساكن أو كامل داخل البرعم الزهري أو داخل البرعم الخضري مجرد ما يبلش الربيع وتبلش درجات الحرارة ترتفع وبدأت تفتح هاي البراعم فورا بتنمو الكونيديات وبالتالي بتنتفتق وبتشوفها على السطح الخارجي. بتكون الأوراق الحديثة طبعا لأنها هي اللي خارج من البراعم الخضرية أكثر حساسية للإصابة وبتكون فقط لبضع أيام بعديها بعد ما تظهر، لأنه دقيقي وطحين صغير بيصير نتيجة عوامل الهواء ينتقل من مكان إلى آخر سواء على مستوى الشجرة أو على مستوى الحقل بشكل عام. هاي دورة حياته للمهتمين منكم، يعني بإمكانه يتجول فيها
ويعرف وين الفترات اللي ممكن فيها، لكن هو يبدأ من شهر 3 انتشاره مع البراعم الزهرية والبراعم الورقية كمايسيليا بساكن، ثم يخرج على شكل كونيدات وينتقل خلال الموسم من أجزاء من جزء إلى آخر في النبات. حتى نسيطر على البياض الدقيقي لازم نأخذ بعين الاعتبار مدى مقاومة الأصناف، وأنا عن قصد برد بعيد بكرر عن قصد حكيت عن بعض الأصناف في بداية المحاضرة، مشان إنه إحنا لما ننصح المزارعين نأخذ بعين الاعتبار إنه بكرة بده يصير آفات، شو الصنف الممكن يناسبنا في هذه المنطقة. أيضاً لازم نحاول نفكر في تقليل مصدر الإصابة الأولية. قلنا الإصابات الأولية بتكون مباشرة مع بداية تفتح البراعم الخضرية والبراعم الزهرية، ولازم نحمي الأوراق والثمار والبراعم من الإصابات الثانوية. لما نكبد نقلل مصدر الإصابة الأولية، احنا في بداية تفتح البراعم الزهرية او البراعم الورقية لازم مباشرة يكون في عندنا عمليات مراقبة وتفتيش حقلي. فأحيانا ممكن يكون انت عندك برعم واحد في مايسيليم ساكن وعليه إصابة بالبياض الدقيقي، ممكن تقصه بإيدك وتروح تحرقه بعيد عن البستان، بتكون انت خلصت من مصدر عدوى يمكن يأثر على خط كامل من التفاح عندك او على مجموعة من الأشجار. إذا يعني نحتاج إلى أن نعمل عمليات مكافحة كيميائية، لازم نأخذ بعين الاعتبار التوقيت المناسب لاستخدام المبيدات الفطرية المتخصصة من حتى نمنع الإصابة الجديدة وتقليل كمية الإصابات الثانوية. هذه الصور بتمثل الإصابات، شوف يعني أنت ممكن تدخل الحقل وتشوف في تجعد في الأوراق بس ما في بياض، تشوف الثمار بهذا الشكل، تشوف البراعم الزهرية بهذا الشكل. والآن بفترض أنا بعد هاي الدورة وبعد هاي المحاضرة إن شاء الله نتوفق كيف نفكر لما إحنا نروح على مزارع أو لما راجعنا مزارع أو حتى إذا إحنا كنا مسؤولين عن مزارع معينة، كيف نفكر في تشخيص الحالة اللي إحنا بنشوفها. إذن بشكل عام مشكلة البياض الدقيقة على التفاح ترتبط لها ارتباط كبير مع حساسية الأصناف المزروعة. في أصناف مقاومة على الخالص من البياض الدقيق، هناك أصناف حساسة جدا تحتاج إلى عناية خاصة مشان نتجنب مشكلة البياض الدقيق عليها، مثل الجوناثان. الجوناثان صنف قديم والآن يمكن حتى طلع من السوق، لكن كان موجود في الزمانات. هذا صنف حساس جدا للبياض الدقيق. الآن ممكن واحد يفكر أو يكون موجود عنده قديماً ويحب يكاثره أو يسألك، فبتقول له والله إنه هذا حساس البياض الدقيقي وراح يتعبك ويزعجك خلال الموسم. أصناف أخرى مثلاً بتكون متوسطة الحساسية، منها الجولدن ديليشس أصناف الصفرة، وبالعادة بتعتمد شدة الإصابة عليها إلى حد كبير على مدى حساسية الأصناف المجاورة. الزراعات المتداخلة بين الأصناف الحساسة والأصناف المقاومة بشكل عام بتؤدي في الغالب إلى استخدام رشات تعتمد على حاجة الأصناف الحساسة. يعني إذا في عندك صنف حساس مزروع وصنف آخر مقاوم، هذا يعني كريدت إلى إنه أنا برش الأصناف الحساسة، لأنه أنت ما في داعي ترش كل الحقل، وبالتالي استخدام مكثف يكون المبيدات بتوفر عليك في كل الإنتاج. إزالة نهاية الأفرع المصابة أثناء عملية التقليم الشتوي، يعني نهايات الأفرع بتكون هي مأوى لطور السكون لهذا الفطر. فأنت بسوى خلال عملية التقليم في فصل الشتاء أنه تتابعها وتحاول تتخلص منها، لأنه بيؤدي إلى التقليل من الإصابة الأولية. يعني على بداية الموسم بيكون مصدر العدوى قليل، وبالتالي الإصابة الكلية راح تكون أكيد قليلة. هذا الإجراء يمكن أن لا يتم تطبيقه بسهولة. ليش؟ لأن الأعراض لا تكون واضحة في فصل الشتاء، تحتاج إلى عمالة كبيرة، يعني يمكن تصدم في موضوع العمال وما شابه. فكيف إحنا نتهاي عليه؟ إذا بنجيب عمال للتقليم بنحاول إنهم يهووا الشجرة بشكل جيد، يتابعوا وين في عندك جروح، وين في عندك أفرع مصابة من الموسم السابق، يحاولوا يتابعوها، وكل هذا بتطلب المتابعة منا كمهندسين زراعيين في الميدان.
تشتد الإصابة في الزراعات الكثيفة الرديئة التهوية، وتشتد أيضا على الأشجار المزروعة في الأراضي الفقيرة. ليش؟ لأن الشجرة أصلا تكون تعبانة تقريبا. يجب الاستمرار في قطع الأفرع المصابة بالبياض الدقيقي أول بأول. يعني هذا بيتطلب منك، هاي النقطة بتتطلب منك جهد في بداية الموسم، يعني مع بداية تفتح البراعم الخضرية والبراعم الزهرية، وهذا الحكي بالغالب بيكون خلال شهر 4، يعني شهر الزمان الواحد بيطلع عن جهده وبتابع الإصابات أول بأول، وإذا في إصابة موجودة على هاي البراعم بحاول يتخلص منها، لأنه هو بتخلص بنسبة عالية جدا من الإصابة خلال الموسم. لا يجدي الرش في موسم الشتاء، لأن الماسيل من الفطر بيكون يعني متخبي داخل البراعم، ما بصل إله المبيد الفطري. وهذا في معتقد عند إخواننا المزارعين، بيقول لك أهم إشي في رشة تكون على العظم. شو معنى رشة على العظم؟ يعني بتكون الأشجار في حالة متساقطة الأوراق ومرحلة السكون. بقول لك ليش؟ هاي بنتخلص منها للبياض الدقيقي للموسم القادم. هذا الحكي علميا غير دقيق، لأنه ما سيدم الفطر هو بكون داخل البراعم يعني مختبئ، وبالتالي شو يعني، وما في عصارة ولا في حركة ولا في أي نشاط، فأنت بترش قاعد بتخسر مصاري على الفاضي. التوقيت المناسب لعملية الرش في هاي المرحلة، هاي المرحلة المزارعين بسموها الطربوش الأحمر، احنا بنسميها البري بلومينج ستيج، يعني مرحلة يعني ما قبل الإزهار، مرحلة حرجة. انت بتحكي تقريبا عن حركة اسبوع زمان. فانت اذا يعني اذا حاولت السيطرة في هاي المرحلة بتعمل عملية رش، انا باعتقادي واحنا جربناها راح تاخذ نتائج افضل على مدار الموسم بشكل عام. في المزارع العضوية اللي بتوجه للزراعات العضوية، لأن امبارح سألنا في هذا المجال، تقليم الأفرع المصابة، كل الممارسات اللي حكيناها قبل شوي نأخذها بعين الاعتبار، نستخدم الجير الكبريت السائل أو الكبريت فقط، واستخدام بعض أنواع الزيوت النباتية اللي يمكن تستخدم في الزراعات العضوية واللي بكون موصف فيها. أنا ما بحضرني أسماء بالضبط، لكن في إشي ماخذ يعني documentation إنه يستخدم في الزراعات العضوية. يعطيكم العافية. احنا بكون هيك تقريبا ركزنا على 4 أو 5 آفات رئيسية اللي بتصيب التفاح، والآن يعني انا ما بعرف، انا باعتقادي هيك انهينا جزء يعني مش بطال.